دوحة تتحدث عن قلقها ومنافسة قوية في مسابقة نيكوليديان. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع دوحة اللي نشرت ستوري على صفحتها بالإنستغرام إنه هي راح تنزل فيديو جديد، وهذا الفيديو راح يجمعها مع أختها رحمة، وكان في صورة العرض تبع الفيديو إنه هي راح تجاوب على أسئلة الجمهور من بينها طلقها. نمر إلى برهوم اللي نزل فيديو جديد على قناته، وهذا الفيديو جمعه مع أحمد النشيط وكانوا عم يحكوا على مسابقة نيكوليديان وكانوا عم يتوقعوا مين اللي راح يفوز فيها. ففئة نور ستارز برهوم مع راوي اختار وسام، احمد النشيط اختار نور ستارز انه هي اللي راح تربح. وفي فئه افضل مؤثر برهوم واحمد النشيط اجمعوا على ان اليوتيوبر غت مروان هو اللي راح يفوز فيها كصاحب اكبر قاعده جماهيريه. واكد برهوم واحمد النشيط انه فئه غيت هي اكثر فئه فيها منافسه قويه، وكمان توقعوا فوز اسلام وفوز الفنان السلاوي. وكمان